في أغراض ولعب وحط تخت، بحط لون تخت بسوي أحمر وورد أبيض فيه هيك أبيض، وبحط عليه بحط حرفه اللي المجموعة حرفه، بحط الهدوم فيه وبحط الأغراض وساطين هيك، وحط اللعب فيه وبلعب فيه وذكي يعني. بسوي كل شيء إيش بدي أسوي بلعب هيك يعني. وصلنا يعني من هون ساكنين بهاي الغرفة 4 سنين، وننام هين فيها وناكل فيها وكل شي فيها نسوي.